باريس سان جيرمان. استسلام لمبابي ثلاثة ريال مدريد. وجاهدين هو اللي يقوم بالعمل، هو اللي معناتها يحاول انه يعطي حلول لفريقه، وبطبيعة الحال مودريتش اللاعب الكبير مع فينيسيوس اللي في الشوط الثاني كان رائع، لكن انا اقول باريس سان جيرمان لما سجلوا الهدف الاول مازال ما طلعش، انهار باريس سان جيرمان في الشوط الثاني، ما رجعوش في النهائي حتى لما سجلوا الهدف الثاني كان امام وقت اضافي. لان وين نجح ريال مدريد بعد هدف التعادل؟ هو الشراسه اللي عبيها ما كانتش موجوده في الشوط الاول. كم كوره افتكها في الدفاع؟ افتك كثير من الكرات في الدفاع وسجل وخلق فرص، خلق اربع فرص، بنزيما كان عنهم كان يسجل اربع اهداف.